السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله هنكمل اليوم في مادة الماتيرنتي، هنبدأ في موضوع اليوترين رابتشر، انفجار الرحم. تمام، هذا الانفجار إما بيكون سبونتينيوس تلقائي أو بيكون سبب تروماتيك ضربة في أو إشي إصابة في الرحم. قال لي أسباب، وهنا سكار تيشو أنسجة ميتة بسبب إنه قبل هيك عمل سيزيريان أو أي عملية في الرحم، أكل تروما في الرحم، كونجنت الخلقي أو prolonged أو obstructed labor ولا طولت أو عندها انسداد أو يعني إنه إعاقة في الولادة، زي مثلا عندك اللي هو فيش تنسيق أو فيش تناسق بين حجم البيبي وبين اللي هو الحوض، أو أي سبب نزل بريتش نازل اللي هو بالفيت، هذه أسباب ممكن تعمل obstruct أو الولادة طولت. الولادة طولت forced delivery of fetus with abnormalities، يعني اجبار انه قاعدنا تقول الطفل بنزل هو ابنورمال، زي مثلا ما هيدروسيفيلس انترنال او اكسترنال فيرجن. مش قلنا الفيرجن هو بيكون الطفل اوكسيبيتو بوستيريور، احنا المفروض يكون اوكسيبيتو انتيرو، فمن الروتيشن هذا الروتيشن بيكون اما داخلي او خارجي. اثناء الروتيشن ممكن يصير ايش؟ رابتشر. ابليكيشن اوف فورسبس، ادخال الفورسبس او الاكستراكشن قبل ما يصير فول دايليتيشن للسيرفس، وقلنا احنا بنبدا في الفورسبس لما تكون السيرفكس فول دايليشن. انجرز يوز اوف اوكسيتوسين، انجرس اللي هو استخدام سيء للاوكسيتوسين، مثلا انت عندك obstructed labor واتوكسيتوسين على الفاضي، هذه ممكن يفجر الرحم. excessive manual pressure applied to fundus during delivery، انك تعمل ضغط وتحط اثقال على بطن الام على الفندس عشان سهل الولادة. يعني في اطباء بيقول الدكتور انه بيخلوا يضغطوا الحكيمات او القبالة على بطن الحمل على الفندس عشان سهل الولادة، او حتى تطلع فوقه عشان تضغط على الفندس من فوق انه يسهل الولادة، وهذا الشيء غلط كبير. الطفل هو نازل صار ضربة شر في اليوترس. في عنا ضربة شر نوعين، في عنا كومبليت وانكومبليت. الكومبليت بالكامل صعب، اما الانكومبليت ترى شوي اهون بكون. اعراض الكومبليت تانا صدن شارب ابدون البين، فجأة صار عندك الم شديد في البطن اثناء مين الكونتراكشن، وتندر نصف الابدومين، سيسيشن اوف كونتراكشن بتوقف مين الطلق. تمام، البليدنج في الابدومين وممكن ينزل في الفاجينا. فيتاس ايزلي بالبيت، هنا في الكومبليت ربط شل اليوتراس سهل تحس الطفل. ليش؟ احنا في النورمال كنا نحس الطفل، نحس البطن تحته اليوتراس تحته البيبي، هنا لا فيش يوتراس، صار البيبي في الابدومين الكبير، سهل انت تحس وتسمع صوت اللي هو الهارت، وهيصير بسبب النزيف علامات الشوك. اما الانكومبليت ربط شل هنا بتتطور بده وقت اطول، الابدومين البين اثناء الكونتراكشن زي اللي فوق، لكن هنا الكونتراكشن كونتينيو، هنا قلنا ايش؟ سيسيشن اوف كونتراكشن، توقف الطلق، هنا بيستمر لكن الطبيعي قلنا الطلق مع استمرار الطلق انه يصير دايليتيشن، هنا الطلق هذا ما بيعمل دايليتيشن للسيركس. تمام، ممكن في جنرال بليدنج تيك كارد علامات الشوك، هذول اشياء عاليه. مانجمنت لا وانترفنشن لا اليوترس ربتشر، انك حط هي امرجنسي سيرجري، بدها نعملها امرجنسي لابوراتومي، امرجنسي ايش؟ لابوراتومي. تمام، لابوراتومي امرجنسي قلنا هذا يفضل للكمبليت ايش؟ ربتشر، وبدك تضلك تعملها فيتال ساينز وتقيمها بشكل كلوز قريب جدا حتى تدخل العمليات. طبعا غالبا اليوترس بنشيله اذا صار غير، يعني اذا صار كومبليت ربتشر بنعمل يعني استئصال لليوترس، واي في فلود ودم بدها المرأة واكسجين اهم شيء. ويوترس مي بي هنا قال لك مهمة جدا، المهم المعلومة انه اليوترس الرحم ممكن احنا نعمل له ريبير تصليح وقت ايش؟ if rupture is not extensive، لو الانفجار كان بسيط مش حاد ومش صعب ممكن نعمل له سوتشر ونحافظ على مين؟ على اليوترس، وخاصة لو كانت المرأة لسه برايمي بار بدها تخلف بدها تحب بعد هيك فحرام فبنحاول، لكن لو كان الرابتشر اكستنسيف راح نعملها هايستريكتومي، إزالة للرحم والله يعوضها عوض خير. بدنا نقلل الانكزايتي والفير، واحدة ما حربت شاف اليوترس أكيد خايفة وقلقانة وتش تحبل وحماتها تجوز زوجها والوضع كرب وصعب، فخلي الومن خليها طمنها، خليها أول بأول تعرف التطورات اللي عندها، شوف إيش في أشياء بوزيتيف وخبرها فيها. تطور الطفل فيري بور ما لم إنه صربت شاف اليوترس طفل سيء، بدنا نعملها ولادة فورا. تطور المرأة جراديولي ممكن يصير طبعا هنا الموتيل كذيت يعني شوية غير الحمد لله. لو الفيتس does not survive، لو الطفل مش عايش
بدك ايش دعم نفسي، والمرأة خليها تحزن، يعني خليها هي بدها قريب تحزن، خليها تزعل، يعني مش غلط انها تزعل وتعبر عن شعورها وغضبها وزعلها. if the uterus is spared، الحمد لله لو احنا قدرنا نحافظ على اليوترس ومن نور البيت، بدنا ننصح المرأة يا حاجة يا خالته يا عمته ما تحبلي، او بلاش ما تحبليش احبلي، لكن الولاد لما تولدي خليها سيزيريان، ما تولد فاجاينا، لانه الفاجاينا بدها كونتراكشن، والكونتراكشن راح يعيد مره ثانيه ربطشة لليوترس، فاحنا بدناش طلق، بدناش كونتراكشن، فالولاده القادمه خليها سيزيريان ايش بيرث. هذه هي قصه اللي هو انفجار الرحم. اما الامنيوتيك فلويد امبوليزم، امبوليزم هي جلطه متحركه، تمام؟ تتذكر لما كنا نقول بالمر امبوليزم، هذه نفسها، لكن هنا كنا نقول انه تكون الجلطه اما اير هواء، او بتكون بلاد كلوت، او بتكون فات. هنا الجلطه كانت امنيوتيك فلويد، سائل امنيوتيك، تحرك طلع من المشيمه، راح على الدم، على الاورده، من الاورده على القلب، من القلب دخل على البطين الايمن في الشريان الرئوي، وسكر دخل الذئب في الشريان، عمل انسداد. فو اكسيدنتال انفيوجن اوف امنيوتيك فلويد، يعني فجاه صار انفيوجن تسرب للامنيوتيك فلويد في المذر بلاد ستيم، في دم المرأة. تحت ضغط مين؟ الكونتراكشن يوترس، مع الطلق وقوه الطلق تحرك شويه امنيوتيك فلويد وراح على البلد ستيم. الامنيوتيك فلويد هذا ايش بيحتوي؟ اللي بيحتوي على فيرنكس اللي هو الماده البيضاء اللي على الطفل بتغطيه، فيرنكس كازيوزا، لانجو هير الشعر اللي على الطفل، ميكونيا الماده هذه اللي بتطلع اول بروز من الطفل، الميوكس، هذه كلها بتدخل على مين؟ على دم المراه. وهذا كمان لما تدخل من وين؟ لو كان فينا في البلاسنتا ديفيسيت، خلل فيها، في فتح في البلاسنتا بتسرب دم لمجرى الام، يعني بتسرب سوائل تدخل على مجرى دم الام. These particles become emboli. هاي الأجزاء كلها قلنا عنها vertex ولانيجو وميكونيا وميوكوس بتصير emboli، جلطة متحركة في دورة الدموية تحت الأم، وبتعمل acute respiratory أو circulatory collapse، بتعمل collapse في الشريان الرئوي أو بشكل عام في circulatory، لأنه صار جلطة رئوية سكرت الشريان. هيموريج نزيف وكوربالمونال وآز they block vessel of the lung، بتسكر الأوعية تبعت اللنج. These particles simulate abnormal coagulation، بتحفز اللي هو يعني الابنورمال للتجلط، راح يصير نزيف، والنزيف راح يستهلك الكواجوليشن عامل التخطط، راح تدخل المره في ايش؟ في دي اي سي، disseminated coagulopathy. امنيوتيك فلويد امبوليزم هي نادره، ولكنها في القاتلة، معدل الوفاه 80% للام و50 للطفل، فيعني قاتله. اعراضها صد بالضبط زي البلموري امبوليزم، سادن ديسنيا، تشست سيفير تشست بين، سيانوس وتاكيكارديا، بلموري اديما، وايضا راح المره تدخل في ايش؟ في الشوك، برولونجد شوك ديو تو ايش سبب الشوك؟ كان انه انافلاكس، صار معي حساسيه، تمام؟ بسبب الفاسكولار كولابس، يعني سكرت الاوعيه الدمويه وصار معي انافلاكس شوك، وهذه الشوك هي انافلاكسس، او اليوترين بليدنج، صار نزيف كثير من اليوترين، دخلت في هايبو فوليوميك شوك، او تطور معها بسبب البليدنج، صار عندها هايبو فايبرونوجينيا. فهذه علامات اللي هو ايش قلنا عن الموضوع، امنيوتيك فلويد امبوليزم. المانجمنت للامنيوتيك فلويد امبوليزم، هذه يا جماعه الخير زي الجلطه، زي الام اي، اهم شيء هنا رقم واحد في النسك انترفنشن، ستارت immediately complete bed rest، بعد هيك اعطيها، خليها في الهاولر هاي فور بوزيشن، بعد هيك اعطيها اكسجين ماسك، مش 5 لتر بير مينت، خليه 8 بير مينت، 7 لتر 8 لتر في الدقيقه. بعدين ممكن تضع مورفين مع ريلاكسيشن بقلل الاكسجين ديماند وما الى ذلك، حسن بالفيوجن، زود الاكسجين والفنتيليشن، صلح الدي اي سي، ممكن تعطيها بلازما فريش بلازما، اي في فلويد، ديليفري فيتاس، بدنا نولد الطفل هنا، بدنا نولد الطفل لانه في خوف عليه، وبدنا غالبا تكون سيزيدي. هذا موضوع الامنيوتيك فلويد امبوليزم. نجي على برولابس امبليكال كورد. برولابس ايش يعني برولابس للامبليكال كورد؟ الحبل السوري تاع الطفل صار برولابس. ايش يعني برولابس؟ يعني نزل قبل راس الطفل، صح؟ ينزل براسه. هنا مين نزل قبل الراس؟ الحبل السوري. فقال لي لوب اوف امبليكال كورد، لوب جزء، تمام، جزء من الامبليكال كورد، سليبس داون بيلو، نزل اسفل، بريزنتنج بارت اوف ذا فيس، سواء كان بريزنتنج بارت راسه، رجله، عينه، اي بريزنتنج بارت نازل في الحوض، نزل قبله مين؟ الامبليكال كورد، بنسميه برولابس امبليكال كورد. هاي هم ثلاث حالات، في عندك A و B و C. ال A هنا سموه اوكلت، مخفي، الصورة مش كتير واضحة، لكن هي الطفل نازل هيك في راسه، والحبل السري هنا نازل قبل راسه، لكن ايش؟ الفاجينا، هي الفاجينا والسيرفكس مش مبين الحبل السري، فبسموها اوكلت، مخفي. هي قال لي هنا الكورد
كانت بي سي صعب انك تشوفه من برا في اثناء الفاجينال اكزامينشن. لو انت عملت بي ار، هاي البي ار دخلت الى كينا مش هتحس الحبل السري، هذا بسموه اوكلت مخ. لكن الكومبليت، هاي الكومبليت شايفين هنا دخلت الى النيرس، هاي في البي ار حست اللي هو حبل السري هنا. فهو في البي هي هذا كومبليت البي، اثناء البي في قال الكود بتحسه بلسيتنج ماس، مش الكود في شرايين وفي اورده وفي دم بيجري ونبض، فبتحس انه بلس كتله فيها بلس، هذا غالبا حبل السري تمام. لكن سي هذا الفرانك، الفرانك بكون نازل برا مبين، يعني انت فتحت يعني من برا مبين على الفاجينا من برا في ايش حبل السود، هذا كود بريسيد في تلهيد بينزل قبل راسه او فيت او اي شيء كان بي سين بروتيودينج فروم فاجينا، انت بتشوفه عن طريق الفاجينا. فالاوكت الاول مخفي بالمره حتى في البي في مبينش، الكومبليت مبين في البي في، اما الفرانك هذا مبين برا على الشرق قاعد، يعني من الفاجينا على الشارع برضه مبين. طيب هاي شايفين هنا طالع لبرضه، هنا لسه بايدي حسيته هنا ايش مخفي. انواع قلنا اوكلت، هي هيدن مخفي او يسموه نوت فيزبل مش مرئي. الكود لايز بيصير بكون الحبل السوري جاي جانب راس الطفل، جانب البريزنتنج بارت في الاندت، الداخل في الاندت. اما الكومبليت برولابس الكود ديسند انتو فاجينا، الكود نزل على الفاجينا لكن بتحس كانه بالسيتنج ماس. اما الفرانك بيسموها فيزابول برولابس، فرانك برولابس بيطلع قبل راس البيبي، هو الموست كومن اوكير ميديتلي افتر رابتشر اوف ميمبرين. لو صار رابتشر الميمبرين فورا بينزل مين؟ الحبل السري. فهذا اكثر شيء بنشوفه فورا بعد الرابتشر للميمبرين اصل الطفل فرونت اوف بريزنتنج. طيب نيجي للكوزز، اسباب اللي هو البرولابس للامبليكال كورد. عندنا اذا صار رابتشر هي قلنا لسه هي هنا بتصير الفرانك برولابس فورا بعد الربشه للممبرينز، فبسبب ربشه للممبرين تمام. لما البريزنتنج بارت نوت انجيجد صار ربشه، والبريزنتنج بارت نوت انجيجد مين بده ينزل يصير انجيجد؟ الحبل السري. مور كومون يصير في الشولدر والفوت برزنتيشن، لو كان نزل الطفل بكتفه او بالفوت ممكن يصير عنده ايش؟ برولابس. بري ماتيوريتي، بري ماتيوريتي قال السمول فيتس لو كان الطفل لسه مش ناضج، بري تير لسه مش ناضج، فكان حجمه صغير بيخلي المود سبيس مكان واسع، وهذا بيخلي الحبل السري انه ايش؟ انه ينزل قبل راسه او قبل البريزنتنج بارت. هاي دومينانس قال لي هل هاي دومينانس انه بتخلي كميه عنده سوري كثيره في الميوتك فلويد، فبتخلي اماونت من الفلويد كثيره بتخلي بي ريليز وذ جريتر فورس وين ممبرين ربشر، فلما يصير ربشر الممبرين بينزل كل حبل السري مره واحده. كونتراكت بلفت الحوض ضيق، طفل مش راضي ينزل، نزل مين؟ حب السري بداله. بلاسنتا بريفيا هذه مهمه، ايش البلاسنتا بريفيا؟ انه قلنا زراعه البلاسنتا في اللور يوترين بارت اسفل الرحم من تحت، فهذه ايضا ممكن تخلي يصير مع الطفل اللي هو برو لابس. طيب ايش اعراضها؟ قال لي كود مي بي سين في الفاجينا خاصه هذا في الفرانك، او كان بي بالبيتد هذا في الكومبليت بتحسه عن طريق الفاجينال سيرفكس. ساين اوف فيتال ديستريس علامات انه يبين مع الطفل فيتال ديستريس كود از كوم. ايش سبب فيتال ديستريس؟ قلنا زمان لما اخذنا الفيتال ديستريس اخذنا البريكارديا او اخذنا ايش سميناها ديسيليريشن، قلنا احد اسبابها الكود از كومبريس، حبل السري انضغط بين اللي هو راس الطفل وبين اللي هو البيبك سيمفيسز، فبتويل هي بين البريزنتنج بارت والبوني بالبك وبين عظام الحوض، فانحشر الحبل السري قلل نمط الدم على الطفل صار ايش؟ ديسيليريشن. لو الكود هذا اكسبوز تو كولد روم، لو الحبل السري نزل قبل الطفل تمام، نزل قبل البيبي، فبالتالي الحبل السري شام ريحه هواء بارد او تعرض لهواء بارد تبع الغرفه، لانه جوا البطن 37 40 الحراره جوا، لكن برا 24 5 30 بتكون اقل من جوا بكثير، فبالتالي تعرض للكولد روم اير، هذا ممكن يخليه ريفلكس كونس restriction of umbilical vessel، فبالتالي راح يضيق الاوعيه الدمويه في الامبيليكال كورد، وهذا راح يقلل الاكسجين راح الطفل. استحنا الطفل جوا وطلع الحبل السري، لسه الحبل السري هو المسؤول عن تغذيه الطفل عن الدم والاكسجين. لما الحبل السري طلع الطفل ضايق جوا، الحبل السري تعرض للهواء الجوي، الهواء بارد صار كونستريكشن، قلل الدم لريح الطفل، فاحنا قدر المستطاع بدنا نحاول ما يصير الشيكه. فيتال هارت ريت بتر ممكن يصير ريجولر، و شوية بريكاريا بسبب مين؟ الكود كومبريس. المانجمنت قلنا هي هنا المانجمنت انك تخلي الام تقعد في نيتشس بوزيشن تمام، هذه هي البوزيشن طلعوا هنا، هي افضل بوزيشن، هذه هي افضل بوزيشن. ليش؟
نامت الحبة، قلت كان الطفل في الطبيعي، هاي هذا طبيعي، نزل تحت وضغط الحبل السوري بين هنا وهنا، لكن لما تنام زي هيك رجع البيبي كله والامنيوتك فلويد واليوترس طلع لمين؟ طلع الاعلى، بطل ضغط على الحبل السوري بين البيبك سيمفيسيس وبين هذا. اما هذه هذه نفس الوضعيه، هذه اثنين يسموهم ايش؟ يسموهم نيشس بوزيشن. وايضا في البي ار ممكن انا ايش؟ اوسع الحبل السوري انه خلوش مضغوط، هاي البي ار هنا دخلت تيكا ووسعت انه ما يكونش مضغوط، دخلت لجوا شويه بعيد عن العظم يعني، وقعدها في نيت شيست بوزيشن بيقل الكومبريس على الامبريكال كورد. منتين اكسجين سبلاي، اهم شيء خلي الاكسجين يضح للطفل، لان الحبل السري صار في كومبريس، صار في بطل يوصل الدم كيف للطفل، فانا قدر المستطاع بدي اوفر اكسجين للفيتس. قال لي انتل بريزنتنج بارت هاز انجيجد، حتى انه يصير البريزنتنج بارت انجيج يدخل في الرحم كله في اليوت في البلفيك، اول ومن هوز ممبرينس هاف رابتشر should remain in bed rest، لازم تظل المرأة في bed rest لحد ما ال presenting part يدخل يصير له engaged. كل النساء who membranes has ruptured، اللي صار ruptured في الممبرين بدها تظلها bed rest عشان ما يصيرش نزيف أو يصير حاجة مشكلة في الولادة. At the time of spontaneous rupture أو amniotomy، يعني هي عملنا ruptured الممبرينز، اللي فيها هذا ثلاث دقائق بشكل مميز، لو bradycardia لاحظتها بدك تقيم الكود برولابس لانه هو قلنا سبب ريكفري. بليس ذا وومن في الريكفري بوزيشن، بسموها ريكفري او بسموها نيتشس بوزيشن، شفناها قبل شويه نيتشس بوزيشن او بسموها ريكفري بوزيشن. هاي الوضعيه بتقلل الكومبريس على الحبل السري وعلى الطفل، بيطلع لفوق اعطيها اكسجين، ستيل جلوفز، ستيل بستيل جلوفز وداخلك في الفاجينا، واما البوش للفيتال هيد، الفيتال هيد تحت ضغط على الامبيريكال كورد، فانت تعمل بوش دخل راس الطفل لجوا تمام عشان تقلل الكومبريشن على الكور تمام. جهز ميديت فاجان ديليفري، يعني جهزها انها تولد فاجينا لو السيرفس كان دايليتد، ولو مش دايليتد ايضا جهز عمليه تولد سيزيريان لو كان مش دايليتد تمام. وكفر بروتيودين كود، لو طلع حب السري كان مثلا فرانك طلع برا، جيب صلاين وجوز وغطيه عشان ما يتعرضش لمين؟ للبيئه البارده اللي برا، واعمل كلين ويت دريسنج، يعني ويت دريسنج وكلين نظيف، وليفيت وومن هيب ارفع حوضها لفوق اند ترانسبورت تو هوسبيتال ايميديت، يعني لو كان هذا في البيت على طول انت خليها في الاسعاف تقعد او في السياره تقعد ايش؟ نيتشس بوزيشن، او على الاقل يعني ترفع جهه لفوق انه تخلي البيبي يطلع لوين؟ للاعلى، ويقلل البريشر على مين؟ على امبريكال كورد. قلل الانكزايتي، خلي الامر الزوج يسمع الهات تبع ابنهم، الومن خبرها في البوزيشن تبعها، خليها تفضل ابنها وتطمن وما الى ذلك. هذه هي البرولابس الامبيريكال كود. نيجي على اليوترين انفيرجن، هذه اليوترين انفيرجن قال لي يوترس از تيرند انسايد اوت. يوترين انفيرجن افيش، قلنا هناك ركزوا بين الانفيرجن والفيرجن. الفيرجن هناك وين كانت؟ لما عملنا روتيشن من الاوكسيبوتو بوستيريور للاوكسيبوتو انتيريور سميناه ايش؟ فيرجن، وقلنا في ان انترنال اكستير. لكن هنا قال لك يوترين انفيرجن، افيش يوترين انفيرجن ايش يعني؟ كيف لما انت بتيجي لابس بلوزه وشايف تشلح هاي الخنق وبتشلحها بالعكس بتصير لجوا برا، هذا هيك الرحم، فبتلاقي انه الرحم باطن الرحم من جوا طلع برا، طلع مع الولاده، فاليوترس الرحم is turned inside out، انه الانسايد تبع اليوترس داخل باطن الرحم صار out في الخارج تمام. قال لي هو نادر لكن قاتله او يعني خطيره، possible cause ايش ممكن اسباب تخلي انه الرحم من جوا يطلع من برا؟ تخيل انه الطفل او المشيمه ملزقه كثير بالرحم، وانت بتسحب بالمشيمه راح تطلع رحم من جوا، فبالتالي ايش؟ الرحم من جوا باطن الرحم صار لبرا، انقلب زي ما قال الدكتور كيس نايلون، خليت الكيس من جوا برا واللي برا جوا، قلبت الكيس، هذا هيك صار الرحم انقلب، صار الجوا برا والبرا جوا طلع برا اصلا. فقال لي most common cause هي excessive pulling on umbilical cord، يعني زياده شد على umbilical cord in an attempt to hasten the third stage، يعني بتحاول انك تسرع الثيرد ستيج، عشان انت قلنا انه الدسنتا بدها ثلاث بدها نص ساعه لما تنولد، انت سرعتها خليتها 10 دقائق، فهذا هو بنزل البسنتا بشكل سريع اخذت معها اليوترس تمام. اخذ اشياء اخرى، فندل بشر ضغطنا على الفندس زي ما قلنا قبل شويه، تحط ضغط وزن على الفندس تقف عليه المرأة عشان ايش؟ سهل الولادة، او يوترين اتوني، او ادهيرنت بلاسنتا تشو، البلاسنتا ملتصقة في مين؟ في الرحم، وهي طالعة سحبت الرحم معاها، صار اليوترس ايش؟ تيرند انسايد. اعراضها تصير ايش؟ مانفستيشن،
قال لي وين كومبليت انفيجن. اوكي لما بالكامل الظرف كيس النايلون هذا ينقلق لجوا برضه البطه جوا تمام، قال لي لارج ريد جلوبيولار ماس، بتلاقي عندك لارج كبيره كتله كبيره وحمراء وجلوبيولار ماس، هذه تحتوي على التاتش بلاسنتا، شويه بلاسنتا ملتصقه فيها، تعطيك 20 ل 30 سم اوتسايد ذا فاجينال انتو، بتكون يعني طولها وحجمها 20 ل 30 سم خارج الفاجينا. طبعا ممكن تظل ملتصقه لجوه لكن طلع شويه من الضحمه ونصه وكله، المهم طلع اللي هو برا وطلع هو لبرا. بات هذا في كومبليت، باتشل او كومبليت انفيرجن نوت فيزابل، ممكن يكون از نوت فيزابل، لو كان مش فيزابل ويكون انستيد سموث ماس از بالبيت ثرو دايليتد سيرفكس، ممكن انت من السيرفكس تحس انه في عندك ايش كتله سموث ماس. ما تيدنا تسمي اعراض على الام بين الم هيموريج وشوك بسبب النزيف بزياده، وصار عندك ايش انفيرجن لليوترس. المانجمنت الا هنا بدك تعمل للمرأة مانوال ريبليسمنت اوف فندس، يعني الفندس طلع برا قلنا طلع مقلوب تمام، بدك تعمل له بايدك مانوال وتدخل الفندس لجوا، عندها ممكن بدها جنرال انستيزيا باي ذا فيزيشن من الطبيب، فولود باي اوكسيتوسن، بعد ما تدخل اليوترس لجوا او الفندس لجوا مكانه بدك تعطيها اوكسيتوسن، ليش؟ عشان يزود الكونتراكشن، والكونتراكشن ايش؟ يقلل البليدنج، فهذا الاوكسيتوسن بيسهل اليوترين كونتراكشن، وعطيها انتيبيوتيك عشان تقلل تمنع الانفكشن، وبريفنشن تمنع مين؟ تمنع قال لي بريفنشن بين قوسين قال لك باي نوت بولينج سترونجلي اون كورد انتل بلاسينتا هاز فولي. الافضل انك ما يصيرش هذا كله، الافضل الوقايه خير من قنطار علاج، ليش انت مستعجل على البلاسينتا؟ خليها تاخذ ساعه مش نص ساعه تمام؟ فانك تمنع البريفنشن از safest and most effective therapy، الوقاية أفضل شيء. وأهم شيء البريفنشن يلي بين قوسين not pulling strongly، مش بقوة تسحب أنت الحبل السري عشان تطلع البلاسنتا وترتاح من هاي القصة، لا خليه براح تنزل البلاسنتا وينولد ولا طبيعية وبراحته. خلينا نتوقف فين، لأنه هذا الأوبريتيف أوبستيسيس هذا موضوع تاني بيحكي عن الولد القيصري والولد اللي هو بالفورسيبس وما إلى ذلك. يعطيكم ألف عافية وربنا يوفقكم.